السلام عليكم، أهلا بكم على حدث اليوم وحلقة جديدة. الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق رسائل وضربات لبايدن والإدارة الأمريكية هي تعتبر لكمات سعودية للإدارة الأمريكية ويكشف العهر الأمريكي. هذه التصريحات غاية في الأهمية وهي تعتبر رسائل بطريقة غير مباشرة من الإدارة السعودية لجو بايدن والإدارة الأمريكية. زيارة جو بايدن للمنطقة التحدث عنها منذ حوالي 3 أشهر تقريبا اتسببت في زخم كبير جدا، تسريبات من الصحف الأمريكية التي استخدمتها الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض لتسريب لي ماذا سيتحدث ويريد أن يتحدث بايدن حينما يقابل ولي العهد السعودي في الرياض. القصة كلها أن أمريكا كانت بتستخدم كل الصحف الأمريكية، بعد أي مسؤول أمني أمريكي ما بيجي يقابل ولي العهد السعودي من أشهر حتى هذه يعني حتى الوقت قريب جدا، كان بعد ما يوصل واشنطن يبتدي تحصل تسريبات تعتبر بمثابة ضغوط على الإدارة السعودية. ولكن لصلابة الإدارة السعودية والجهل الإدارة الأمريكية ما كانتش متخيلة أمريكا قوة وصلابة الإدارة السعودية لهذا الدرجة، وأيضا غباء أمريكي. كل ما يحصل لقاء ما بين مسؤول أمريكي وولي العهد السعودي يرجع يتم تسريب اللقاء، وإن يعني اللي هو ولي العهد السعودي تم مواجهته بأمور كذا، وبعدين يجي يقول لك في أمريكا لا ده إيه، احنا بايدن لما يقابله لازم يطلب منه ده. المواضيع كلها اللي تم التحدث فيها في خلال التسعين ولا المئة يوم ولا المئة وخمسين يوم اللي فاتوا ان هم بيتكلموا في اربع حاجات: موضوع البترول، موضوع جمال خاشقجي، يا اما حقوق الانسان، الضحايا بتوع 11 سبتمبر، يعني كلها، او فك التحالف مع روسيا اللي هو التحالف العسكري الجديد ما بين الصين وما بين السعودية. هي المواضيع كلها بتتمحور في هذه المواضيع كلها. في الأخير إنه هيعلن عن تفاصيل زيارة جو بايدن غدا الاثنين طبقا للصحف الأمريكية اللي اتكلمت اليوم. طب رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل اتكلم كلام خطير جدا. أنا بعتبر إن تصريحاته اليوم تعتبر هي رسائل سعودية تكاد تكون أقرب لي لكمات سعودية لبايدن والإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض. لما نسمع الرسائل دي هنعرف فعلا إن هي تعتبر لكمات قوية جدا. بيقول إنه الشعبية المتدهورة للرئيس الأمريكي جو بايدن هي التي تأتي به إلينا، يعني جو بايدن اللي خلاه يجي يقابل ولي العهد السعودي شعبيته المتدهورة والتجديد النصفي، وإن البيت الأبيض هيضيع منهم. طب السبب الثاني إن شرعيته اللي هو يأمل في تعزيزها تأتي من خلال لقائه مع ولي عهدنا. ده التصريح بالضبط كده. يعني إيه؟ يعني نتخيل كده إن شرعية رئيس أمريكا بتأتي من لقاء ولي العهد السعودي. نقدر نقولها بقى بصيغة تانية، شرعية واستمرار الرئيس الأمريكي وجوده في البيت الأبيض يتم إمضاءها في الرياض أو في جدة من شرف لقاء ولي العهد السعودي. شفت وصلت نفسك لإيه يا جو بايدن ويا أوباما برضو؟ لأن جو بايدن هو الراجل بصراحة يعني مخه مفوت، لكن أنت اللي بتدير، فأنت يا أوباما أنت اللي وصلت أمريكا وشكل وصورة أمريكا للدرجة دي. يعني دلوقتي التجديد النصفي وتجديد الديمقراطيين واستمرارهم هيكون من خلال موافقة ولي العهد السعودي للقاء بايدن في الرياض أو في جدة. طيب الطلب الرسالة الرابعة بيقول بكل احترام الأمير تركي الفيصل بيقول: أطلب بكل احترام من قادتنا تذكير الرئيس بايدن بما يلي: قامة الحكومة الأمريكية بسجن أكثر من 1000 شخص في مختلف السجون بتهم الإرهاب دون اللجوء إلى أمر إحضار أو أي حقوق يضمنها الدستور الأمريكي، بل هم ذهبوا لأحد إقامة معسكر اعتقال في أراضي أجنبية يقصد جوانتانامو.
لحتى يمنحهم تلك الحقوق. يعني داخل امريكا ما بقاش فيه سجن جوانتانامو، فهم عشان يخرجوا من الامر دوت فعملوا سجن جوانتانامو في كوبا. طب بيقول الامر الثاني انه بيقوم مركز الادانات الخاطئه، في مركز اسمه الادانات الخاطئه في امريكا، ان هناك حوالي 20,000 شخص ادينوا زورا في امريكا، وتم تبرئه 850 واحد بس من ال 20,000 اللي هم اتسجنوا زور في امريكا. دول مواطنين امريكيين، هو بيتكلم على الامريكان، ما بيتكلمش خالص على حاجه تخص السعوديه، هو بيتكلم على الامريكان عندهم 20,000 سجين. الكلام ده امتى؟ من الثمانينات، يعني الكلام ده من 40 سنه. بيقول لك 850 واحد بس هم اللي تم تبرئتهم. فيحق للرئيس الامريكي ان هو اصدار عفو عن السجناء، او انه يرفع الظلم عنهم، او انه هو يعمل مع الكونجرس لاصلاح النظام القضائي المعطوب في امريكا البايظ يعني. فدي نصيحة يعني منين؟ من الإدارة السعودية للأمريكان. الطلب اللي بعد كده بيقول رفضت المحكمة العليا في أمريكا استئناف مقاضاة معتقل سجن أبو غريب ومؤاتم المعتقلين أو التعويض عنهم في المحاكم الأمريكية. فبيقول على الرئيس الأمريكي بايدن إصلاح وتصحيح ذلك الخطأ، لانه بصراحه ان جو بايدن نفسه هو ايد غزو العراق عندما كان سيناتور. الطلب اللي بعد منه بيقول دي بعض انتهاكات حقوق الانسان في الولايات المتحده الامريكيه التي تتطلب، التي يعني هي بقول مش بتتطلب كمان، بقول اللي هي لا تتطلب كمان اجراءات رئاسيه، يعني اجراءات رئاسيه فحسب، هي تتطلب احكام ما بين الكونجرس وما بين مجلس الشيوخ الامريكي واللي هم بينتقد اللي هم الامريكيين بينتقدوا المملكه العربيه السعوديه بشده في حقوق الانسان فيما يتعلق بحقوق الانسان. فانتوا الاولى ان انتوا تصلحوا حقوق الانسان عندكم انتوا بتصحيح القوانين، يعني اللي هو الكونجرس ومجلس الشيوخ ان هم يعيدوا تصليح القوانين هناك، مش كمان بايدن، لا ده ان التشريعات دي في ايد مجلس الشيوخ ومجلس والكونجرس الامريكي. فنتيجه الكلام الاخير ده بيقول من كان بيته من زجاج فلا يجب ان يلقي الناس بالحجاره. ده ختم كلامه الامير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات الاسبق، وده يعتبر يعني الراجل ده يعتبر يعني عقليه يعني ممتازة جدا، يعني بنحترم آراءه جدا، وهو مرجع كبير لتصريحات بتبقى مهمة في وقت مهم. وإن المفروض إن السعودية، المفروض إن أمريكا تعرف إنه المملكة العربية السعودية هي رقم صعب، السعودية هي رقم صعب في العالم. والرسائل الإدارة السعودية عبر تصريحات الأمير تركي الفيصل دي تعتبر أفضل من كل التسريبات الأمريكية اللي حصلت للصحف الأمريكية طوال يعني الأشهر العديدة الماضية للقاءات أمنيين أمريكيين ثم التسريبات بالطلبات الأمريكية. في الأخير أنه جو بايدن لما هيجي لا أعتقد أنه هيتكلم في أمور كتيرة بعد تحديد الموعد اللي هيتم إعلانه غدا، ده لو تم الموافقة على زيارة جو بايدن ولقائه لولي العهد السعودي في شهر 7 أو قادم. لو تم اللقاء دوت هيكون نتيجته، نتيجة لقاء جو بايدن بولي العهد السعودي، تغيير كبير جدا في المنطقة، وأيضا هيكون في تغيير، التغيير اللي في المنطقة هيتبعه تأثير ل يعني تحركات في على مستوى العالم، لأن التغيير اللي هيحصل في المنطقة بعد اللقاء دوت، لانه مش هيبقى لقاء ولي العهد السعودي بس، هيبقى في لقاء لبعض الزعماء العرب، وهيكون في ترتيبات لاجراءات جديده جدا، تغييرات كبيره جدا هتحصل في المنطقه، هتحدث تسونامي. هنشوف الكلام ده وهنسمعه وهنعرفه وهنتاكد منه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.